اهلا بكم من جديد، بيسعدني ان يشاركني في هذه الفقره نجومنا كابتن احمد عيد عبد الملك. يا مساء الفل. مساء الفل، ازيك يا كابتن احمد؟ الحمد لله. سبت عندك مع الزمالك السبت سجراده، فاعتقد فوز الزمالك السبت بتاهل. الموضوع هيسهل بشكل كبير، ومستني نقطه مثلا ويحط يحطك بقى خلاص بعيد عن الحسابات، انت على راس المجموعه زي ما قلت، هيحطك على راس المجموعه من بدري، وتقدر الماتشات اللي بعد كده لو في ضغط ماتشات عايز عندك تجرب، عايز تبقى عندك اريحيه. يبقى عندك اريحيه فاللعيبه لازم تبقى فاهمه ان السبت الموضوع ممكن يبقى وينهي الماتش. انا شايف اللي هو في المتناول على ملعبك، اي فرقه اصلا عموما، شايف اي الماتش التاني بره. انا شايف اي فرقه عموما يعني في الـ في الـ في المجموعه مع الزمالك، هتلعب في مصر هتلعب بره مصر، الطبيعي الزمالك يكسب. لا يعني يكسب. اقصد ان تبقى انت كده قفلت التسع نقط، خلاص التسع نقط بالنسبه أحسن. لك والماتش اللي هناك هيبقى الامور مريحه اكتر شويه، وتبقى رايح تلعب كوره بس، مش هتبقى مضغوط اكتر يعني. تمام كابتن سيد معوض، مساء الفل. مساء الفل. ما قلتك دايما تلعب في مصر، اكسب ماتشاتك، ثم بره شوف الظروف تمشي ازاي. ده تنطبق على الاهلي بكره ده شاب بورسديت اكيد يعني، هو اكسب التلات ماتشات اللي على ملعبك وتاخد نقطه او نقطتين بره ملعبك، بتتكلم بالخبره الافريقيه دلوقتي، هتصعد اول او تاني المجموعه مضمونه بالنسبه، اول او تاني مش فارقه، مش فارقه. الاهلي كده في قرعه وكده كده، والاهلي معظم البطولات اللي خدها كان تاني المجموعه، يعني 90% من البطولات اللي خدها النادي الاهلي. انما النقطه ماتش على ملعبك قبل السفر لكاس العالم للانديه، دي نقطه مهمه جدا ان انت تروح بمعنويات كويسه. والنقطة الأهم برضو يعني إن شاء الله اللعيبة كلها تخرج سليمة، محدش يتعور، وده يدخلنا في قصة أتمنى إن تحافظ على عبد المنعم، ما تجازفش بيه يعني برضو، يعني حتى لو هو في القايمة، حتى لو نزل التمرين يعني خليه برضو، لأن أنت المكان ده ما عندكش فيه عدد، يعني في أماكن ما عندكش فيها عدد، ومش هتلاقي لعيب بقيمة عبد المنعم يلعب معاك كأس العالم. فالأهم دلوقتي كأس العالم، وبعدين ماتش على ملعبك، يعني ماتش بلوزداد على ملعبك، مش ماتش. أتوقع ما يبدأش بيه بكرة؟ أتمنى إن هو ما يبدأش بيه بأمانة يعني. تمني ولا توقع؟ لا تمني، ما ممكن يبدأ يعني كولر، بس يعني حاجة مش هتبقى مضمونة بنسبة 100% بأمانة يعني. حتى لو الدكتور قال إنه سليم 100%؟ حتى لو سليم ما عادي، أصل ده ماتش على ملعبك، خلي بالك. أنت عارف لو ماتش بره ملعبك أقول لك عليك ضغط، فلازم السردباكين بتوعك يبقوا جامدين جدا، إنما أظن ماتش على ملعبك يعني الضغط هيبقى عليك قليل شوية، فعادي ممكن ياسر ورامي يكونوا موجودين، يعني ممكن حتى خلي عبد الفتاح يكون موجود. أنا بشوف أمر طبيعي يعني، أنت برضو خلي بالك لازم يبقى فكرك لبعد كده، لا قدر الله لو في لعيب غاب تقدر تعوضه بحد تاني. وهيبقى عندك أسبوع بعد الماتش ده لغاية كأس العالم. طبعا فيقدر يتعافى براحته ويقدر تشتغل عليه براحته، وهو كده كده يعني عبد المنعم مش هيتاثر بدنيا حتى بغيابه عن الماتش ده، بالعكس يعني هتريحه افضل بكتير يعني. كابتن احمد عيد، نبدا بالاهلي وبلوزداد لان الماتش بكره. ماتش صعب على الاهلي، هو اي ماتش في المجموعه دلوقتي دايما لما بنقول بتواجه فريق من شمال افريقيا الناس بتبص للماتش بطريقه مختلفه. اصعب من فرق هو بطل الدوري هناك، اصعب من فرق اللي هي بتبقى الفرق الافريقيه عموما غير شمال افريقيا، بيبقوا متمرسين شويه وعندهم حته اللي هم بيلعبوا تحت الضغط الجماهيري بشكل كويس، وبيقدروا زي ما يقولوا بيسيروا الماتشات زي ما هم عايزين، وفرقه من الفرق المحترمه بقالهم سنتين ماشيين بشكل كويس. انا شايف اللي هم يعني عاملين اداء كويس برضو في السنتين اللي فاتت، سواء في البطوله سواء في الدوري، هو بطل دوري ومستقرين، النادي مستقر. الماتش مش هيبقى سهل، وفي نفس الوقت الاهلي ممكن يسهل الدنيا على نفسه من بدري، يقدر كمان في لو في حضور جماهيري، احنا شفنا الفترات اللي فاتت ومسموح 30,000، مسموح 30,000 عدد كبير يعني. انا لسه بكلمك، شفنا الماتشات اللي فاتت خصوصا ماتشات الاهلي ما كانش فيه عدد كبير جماهيري، وعشان كده الناس او الاداره او الصفحات على السوشيال ميديا والناس عملوا اوتوبيسات بيناشدوا الاداره، ان الاداره بتناشد الجمهور اللي هو يبقى موجود، والجمهور الطبيعي هو اللي بيجيب الماتشات ديت بشكل اكبر يعني، يحط الفرق اللي بتلعبها. ماتشات افريقيا بالذات، ماتشات افريقيا طبعا انت لازم اي فرقه بتبقى جايه بتلعبك تبقى حاسه بنبض الجمهور في المدرج، ده بيفرق كتير جدا مع اي فرقه على ملعبها، وخصوصا كمان انت بتبقى بروفة اخيره للاهلي قبل ما يسافر، دي بقى مهمه.
للاهلي نفسه او للتيم نفسه انك تكسب وتختار التاهل وفي نفس الوقت معنويا بتروح كاس العالم وانت رايح البطوله وانت فايق وكمان يبقى عندك كمان تبقى طالع من الماتش. انا متفق مع سيد طبعا في حته اللي هو عدم المجازفه بمحمد عبد المنعم في الماتش ده بشكل كبير ممكن تاثر عليه لو هو لسه ما عادش استشفيته 100% ممكن تاثر عليه وتاخره في البطوله. يعني ديت برضو حاجه تاثير سلبي على عبد والاهلي يعني مش في حمل اللي هو يعني محمد عبد المنعم من الركائز الاساسيه في البطوله الدفاع الاهلي طبعا. في دفاع الاهلي في البطوله طبعا. نفسها كمان يعني انت لو خسرته في البطوله هيبقى عندك مشكله كبيره جدا. طب كابتن سيد من صفات كولر عدم المغامره برضو يعني هو مش مغامر ومن صفاته اللي بيستنى على اللعيب تماما فدي ممكن فعلا يدفع يعني انا شايف ان ممكن احتمال كبير لان هو عودنا اي لعيب بيرجع من اصابه بيديله وقت شويه بس هو عبد المنعم ممكن عشان اصابه قريبه فما عداش الا ماتش واحد وثلاث اربع ايام فممكن دي يبقى ليها استثناء بس انا بقول لك انا اتمنى ان هو ما يعملش كده يعني يمشي بنفس الطريقه اللي بيمشي بيها من اول ما جه النادي الاهلي ان انت تصبر على اللعيب وتاكد منه بنسبه 100% وخصوصا ان هي مباراه في دوري المجموعات على ملعبك يعني مش مباراه مثلا النادي الاهلي لا مش فاصله ولا حاسمه يعني ولا بره ملعبك يعني لازم يكسبها او لازم يحقق نتيجه ايجابيه وكده ومعاك على الدكه جنبك يعني والمدافع يعني او السيرد باك في ماتش زي ده مش في احتياج يعني لو فرود هقول لك ممكن انت عايز تكسبه على ملعبك فالامور فيها ان انت تجازف بيه شويه انما انا شايف طب تتوقع تغييرات في التشكيل يعني ولا خلاص انا كنت عامل رهان وعامل على الصفحه انه كولر مش هيعمل الروتيشن بهذا الشكل مره اخرى الفتره اللي جايه لا وانا برضو معاك يعني هو مش هيعمل روتيشن خلاص مش كده وخصوصا الماتش ده يعني برضو في وقت للماتش اللي بعده يعني في اسبوع فانا شايف ان الامور قريب عادي ان انت تلعب محتاج تريح مش محتاج تريح الا المكانين بس فيهم كلام عبد المنعم اذا اعتبرنا للاصابه هو عبد المنعم ما كانش موجود الماتش اللي فات يعني اذا اعتبرت يعني كتشكيل اساسي يعني وفي نص الملعب قفشه او امام ولا انت شايف امام ولا انت شايف قفشه جنب اليو ديانج ومروان هو الطبيعي ان انت اما بيحصل مثلا لعيب مش موفق او مش في حالته وبدلته بحد ومش كويس فانت بتبدا باللي نهى فالطبيعي يعني قفشه اللي يبدا بكره اعتقد يعني هو هيبدا بقفشه وامام يبقى معاه بره الا اذا بقى قفشة انت وامام ومروان او اليو لا يعني قفشه وامام قفشه واليو ومروان زي ما لعب بس هيطلع امام بره انما في بعض الحالات انت بتفكر تفكير تاني بقى انا ممكن عايز افوق لعيب فتدي فاديله تاني اديله تاني كمان على امام عشان افوقه فاديله تاني عشان ادخله البطوله برضو بشكل كويس لو انت المدرب تعمل ايه؟ لا لو انا المدرب طالما لعيب نزل وعمل اضافه للفرقه ونهى بشكل كويس فهو اللي يبدا يكمل طبعا طب التشكيل ممكن تقوله لنا؟ يعني الشناوي ياسر ورامي هاني معلول مروان واليو ديانج وقفشه حسين الشحات برضو وبيرسي تاو وكهرباء ده التشكيل اللي النادي الاهلي المناسب بالنسبه له وخلي بالك التشكيل ده ياما فترات مشي بيه كويس النادي الاهلي وكسب بيه مكاسب كبيره حسين مش في افضل حالاته دلوقتي بس هي برضو المنافسين بتوعه في المكان هم مش في افضل حالاته يعني ما وصلوش لدرجه ان هم يلعبوا على حسين دلوقتي لا غير عبد القادر كده كده بره قايمه بكره رضا سليم كده كده مصاب انا بتكلم على طاهر مفيش غير طاهر يعني كريستو حتى بره لا وانت بتفكر برضو بتلعب كريم كريم فؤاد في الحته دي يعني شمال يعني انت ممكن بتعكسها ممكن لعبوا على فكره فهي النقطه يعني شايف التشكيل ده بدايتك تبقى كويسه ونفس الكلام معاك ورقه قويه بره زي التغييرات اللي حصلت الماتش اللي فات انت التغييرات الماتش اللي فات الشوط الثاني قلبت الماتش بالنسبه لك بنسبه 100% يعني بقيت بتروح وبتروح بفرص كتيره ضيعت فرص بس انت كان عندك محاولات كتيره جدا اللعيبه اللي نزلت طاهر من افضل الماتشات اللي لعبها مع النادي الاهلي المباراه اللي فاتت كريم نزل بشكل كويس قفشه ما انا شايف ان وجود الشوط الثاني فرق مع النادي الاهلي بس النقطه المهمه الاستمراريه يعني هي النقطه بتاعت قفشه اللي بتخلي الراجل يلعبه ماتش ويقعده ماتش يعني هو بيروح منزله مثلا الشوط الثاني فقفشه يعمل ماتش كويس جدا يروح مديله اللي بعده
يلاقيه قل فيروح مقعده تاني. فهي النقطه أفشى نفسه لازم يبقى بكره مثلا لو بدا لازم نفس الاداء اللي عمله الشوط التاني، ان انت بتوصل المهاجمين، ان انت بتعمل استحواذ للفرقه بشكل جيد، بتبقى موجود تحت الكره في كل الاماكن. ماتشنج افريكانز عمل كده الشوط التاني، انا بقول لك 45 دقيقه من ال 45 دقيقه الكويسين لأفشى، بس هي الاستمراريه، ما دي حصلت قبل كده في ماتشات كتيره جدا. الراجل بيعمل تغيير مثلا لأفشى الشوط التاني وبعد كده يجي يبداوا الماتش اللي بعده فما يلاقوش موجود. فالنقطة الأهم أفشة لو عايز يبدأ في كأس العالم، يعني ماتش بكرة لو بدأ لازم يبقى من العناصر المتألقة، عشان خلي بالك ماتش بكرة تأكيد لبعض اللعيبة، يعني في ركائز أساسية ما كده كده الأداء مش ومعلول وويليو ديانج ومروان وكهربا، إنما في بعض الأماكن اللي فيها لغط شوية يعني محتاجة اللعيب نفسه يدوس. أنا كويس أنا كويس، أنا حالتي كويس، أنا أستاهل عشان المكان ده يبقى بتاعه. طب استغربت يا كابتن أحمد في القايمة لما لقيت مثلا كريم الدبيس بره، ودي تاني مرة في ماتشين ثلاثة، أكرم توفيق تاني ماتش على التوالي بره، ولا برضه أنا قلت كده برضه لما بصيت لقيتهم بره، وبعدين رجعت تاني بصيت على القايمة قلت طب يخشوا مكان مين؟ يعني ممكن أكرم يخش مكان مين؟ أو ممكن كريم الدبيس يخش مكان مين؟ لأنه مجبر على خالد عبد الفتاح في ظل برضه قلقه من إصابة عبد المنعم والكدمة اللي راجع منها ياسر إبراهيم، فيبقى خالد عبد الفتاح موجود وممكن يأدي دور كريم الدبيس لو احتاج ناحية الشمال حد. بس انت لو احتاجت حد وعايز يدي عمرو السولية، انت عايز تحط حد يعمل جبهة هجومية، طيب عشان الماتش على ملعبك، الماتش على ملعبك، وانت الطبيعي اصلا هو انا شايف ان الدبيس من اللعيبة الكويسة، ولما لعب كويس انا وجهة نظر يعني اللي انا شفته ولعب كويس، عنده كروس كويس جريء، الحاجات دي كلها موجودة فيه. غريبة انت اصلا كنت بتحطه في بعض الاوقات اساسي، انت ممكن مثلا لو في غياب معلول، في غياب معلول كان هو معلول مش موجود، اقدر الله حصل له حاجه، ولا مش معاك مش معاك الماتش اللي جاي مثلا، حصل فيه اي حاجه هتلاقي نفسك بتدخله تاني من يعني بتجيب كريم الدبيز من بره وبتبدا بيه الماتش، فهيبقى برده موضوع غير انت بتبعده تقربه قوي ويلعب وبعدين مره واحده تبعده. نفس الفكره اكرم توفيق، انت ممكن تروح تلاقي في كاس العالم اكرم توفيق مثلا بادئ الماتش او بيلعب من البدايه، لو هو مثلا عايز يعمل جيم دفاعي ولا حاجه في بعض الماتشات ممكن تلاقيه مقربه جدا، هو بيبعد عنه او بيفقده الثقه شويه وبعد كده بيدخله الماتشات ديت. انا شايف اللي هي مش احسن حاجه بالنسبه للعيبه اللي هي المفروض تبقى قريبه، لكن هي هما الاثنين لعيبه شايف اللي هما من اللعيبه المهمه اللي كانوا ممكن يبقوا موجودين برضو في برضو مكان مين؟ يعني عمرو السوليه الراجل عايز يجهزه فاداله الثاني ماتش على التوالي بيحطه في القايم، ما هيمشي هيدخل مكان مين؟ انت يدخل مكان مين كابتن سيد لو دخل كريم الدبيس؟ ما هو انت برضو انت هيبقى عندك ثلاثه لعيبه نص ملعب، يعني في الملعب هتبقى حاطط ثلاثه لعيبه نص ملعب بره، السوليه وامام وكوكا مثلا وثلاثه بادئين، ممكن اي حد فيهم يخش بدل على الاقل الباك ليفت او السوليه انت مثلا انت كوكا ما بتستخدموش اصلا، ما بتلعبوش الفترات اللي فاتت خالص، ما هو الاولى اللي انت تحط باك ليفت، او ممكن يكون هو بيفكر في كوكا حط باك ليفت يعني كبارين. دي برضو حاجه بتاعته، بس هو انا وجهه نظري اللي هو كان مثلا كريم كان يدخل كريم يبقى موجود حتى لو كان كوكا او خالد عبد الفتاح يعني دول الاسمين تحديدا. انا خلي بالك برضو هي نفس الفكره بتاعت خالد عبد الفتاح، انت لو حاطط اكرم واحتجت حد في الماتش يلعب سيرد باك ممكن محمد هاني يخش سيرد باك، ما هو لعب كتير برضو نفس الفكره ده قصدي يعني، وتحط اكرم باك رايت او كريم فؤاد باك رايت عادي، كريم فؤاد باك ليفت هو دي برضو ممكن يكون حاططها في الحسبان، هو لعبها برضو كتير لعبها مع المنتخب الاولمبي ولعبها وهو موجود في ام بي كان بيلعبها على طول ولعب وينج ليفت وينج رايت